الكلمات هي الأرواح التي تسكن في الأجساد، وعند ترجمتها تنتقل هذه الأرواح من تلك الأجساد إلى أجساد أخرى لتعيش فيها المعنى ذاته. ولعل المترجم هو ذلك البحار الذي ينقل المعاني بين موانئ العالم ذات اللغات المختلفة. منذ القدم عبرت الأفكار على جسور الترجمة لتنتقل بين ضفاف الشعوب، وقد ارتبط تاريخ الترجمة بحاجة الإنسان إلى المعرفة والعلم والحصول على ما يحتاج إليه فكريا وماديا. يصادف 30 أيلول اليوم العالمي للترجمة التي تعاني في منطقتنا العربية من قلتها وانحسارها في المجالات الأدبية غالبا، وانعدام الدعم وقلة المختصين ومؤسسات الترجمة، وضعف التعليم الأكاديمي وغياب البرامج والخطط على المدى الطويل، إذ بلغ متوسط عدد الكتب المترجمة إلى العربية 4 كتب لكل 1,000,000 مواطن سنويا بحسب تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم اليونسكو عام 2017. كل لغة تنتمي إلى ثقافة تختلف عن ثقافات اللغات الأخرى، والترجمة ليست مجرد ترجمة حرفية للكلمات، وإنما هي نقل للمعاني والأفكار والخبرات والتجارب والعلوم بين الأمم، لأن الترجمة تعد عاملاً مهماً من عوامل التطور الحضاري والفكري والثقافي والعلمي في المجتمعات. فهل ينتبه العرب إلى أهمية الترجمة من وإلى لغتهم بما يسهم في نهضة جديدة تأخرت كثيراً؟